غران كلام هذا كونفورت يا برتما الصومالي كان كوين وان لو كهجه هو ده الكا ديار ذاك الدولو يها هك دجو ماركيل لو كرهبا غران كإذن عدا بلد كمقدشة ويبوا غران كشات جدود إنترناشنال إيربوت إم قال هذا بيدبا غران كون عدا يعتبر بلارين يكود وزارة الجديد كيركيل وكد دولة قبلات كونفور قلب الصومالية يجي كل شان قلب كيوسك شقيل لهاي غران كا ATC كاسانو والبادن وساكا كرديو وادهيجيد شلق ديسين وسبيو غرانكا حاناسيو كوميدين هجو كو ديارادو كو دولو غرامادا ديارادو دالكا قيبو كوميدا ايو هانها كدهجوا وريجيو كو قلب كون جيكا وبو غوبرو كوهي وزير كو ترسن دولاد غوبلاتو كونفور غالباد صوماليا غار كوميدا ايجا سميار كو قود اي وزاردو كونفور غالبادا ايو مامول كو غرانكا ديارادگن كيشاتي قدو انترناشنال ايربوت اي بلد كبايدبا قلب کن او دولت گبرات کنفر گلبیت سومالی که ورژی ماره که هگین که گران که ایدن اده وانه ای ماره که هگین که هیئت دولست هود سومالی مدن سعید محمد حسین یک ور بی قلب کن یا ولیابو سکو بینی قرشه های اجداد هل کانون نمیدو های اهید برنامش کن هرومارین تا گرامه دل که یک کار اوقادی دا سرفیس که ایر اسپیس که سومالی بیده و وما قال ما لاحظوا كونفور قلبت وكم الجار كا وحنا نسيبه يا لطي إن ما أنت عن كورة جنو غلب عصري أه أو لو جو تلاقي لي سيرفيس بحنتا جرانكا ديار ذا كسر دقي ديار ذا كدولة يا يدو غلب كاسو يا غلب تكنولوجيا أو عصري أه أو كلية دل كأنه كحرين يعني ما قال هذا مقدسه وحاكلوا غلب كان وككوبين يهاي أوتوماتيف أير ترافيك مانجمنت سيستم يه VHF راديوز كاسو كفر غرينا يا بيدا عمر كي غلب كان لغور ركوا ما دام الصومالية أنت سيفيل أفيشن كأن لسه ورقني لو بدي كوني سقالي طبعا كي إلا حد عند ذا اللي رجورنا سيدي كور لو جو قادلها أير سبيس كأن سيرفيس كا سيفتي أو جوه رأيو بتقف كرام هذا يه دول ما دي ذا هو ده إن استعمال الديار ده هو ده كأن كدقي وحو كوفر غرين دونا مغالا دا كسمايو مندارا ايه مقدشة FIR ايه سنترال سوماليا ايه دو اي بايدبا ايه تا غوب استراتيجيكا ارين تاس ايه دا اينا يسورتا قشو وحال آد نو غفودو دي مامل كو كونفور قلبت اولي با ايه كاقو انتهي سيدي ايه كالين بوحدا اوغا قايدان لاهاي انقايبا هورو مرينيت غارهان ديگانا دا كونفور قلبت وهو قامين ايو مدحوين عبدالعزيز حسن محمد لفت قرين هذه أد بان غفر حسن هاي مانتا بيدبو إنا النقطة قرون كل بعد يقوين كارهان كونفورت يا برتما الصومالية يدو عن أقر شيءني هدي قرون كم قالوا ده مقدس وحيلها هدا بيعي جا سيد الدبيلها هدي أمر جنسي كلا ويه ما دو ديار ده إنترناشنال كا إن أي كسو دقي كران مقالوا ده بيدبو ما دام ده يعتر أدي أدو حقن وكسو ده agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee Kiir ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Umar Sheikh Hassan iyo maray ku xigeenka garoonka diyaar degenka ee Shaati Gaduuda Mat Sheikh Abdullahi ayaa sheegay in geeki qalabkii ATC-da oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalaya ka biyaasi geeku saadeeri magaalada Baydhabo way baniyo mahadnaqana madawiniga Koonfur Galbeed mudane Abdaasiis Hassan Maxamed Lafta Gareenga يا وزير كجديد كمدن حسن حسين محمد حسن عليا. أنت معلن تجيك معلن إيد مفرحة بلون. ماشي عدين أنت على بتي ATC مقدسه ما جيك أنا ديرتي قابتن كهرايتي قابتن دمن برا لحد ما تردون. أنت إيد لانك وده شقي وزير كجديد كفدرالك يا وزير كجديد كمفر قلب حسن حسين مال مدهوينا وكوين يا جهودي بدن الحمد لله جاي كمان تك عدا هنا على بتي أو كم بدأت لهن درسي والله يدم عنا برا أدي له إن شاء الله هن دير دونا يعني أنت ما إذا كم هذا أنا دولو فدرالك جود جي هقلي ده بده هن عبد العزيز نميل رايسو جود بدن قلي يا جاي كان ده تي غبتي هور وجي شرف وينين كل ورقنا قلب كي أتي سيد الراي أو لانكتر قالي تاور كم قال ده بدوبل كدسي كاس أو هني ورجيم ميل راي ماري كحجين ك مایل رای البورک ما حمر، اما مقدسه می بوا قلب کی کل ورق نی شرف لین کل ورق نی دلود کنفرگل بهت می بانه تا تن شرف این وین یا خرمر و شعب شهداری
sababtoo ah may buu ahaa qalabkan hadda la sheeni may lamid ee kan amar riyaalo oo kale Soomaali dhonki lagu xukuma lahayay lagu xukuma lahayay marka sharafiyin aan ingaatay inuu geek la wareegno in wasiiradan iyo may la raayis dadkii qalabkan nin sheeneen han nagadan UN ka ama dadkii auto transportation kan oo taageeri sharafiyin aan ingaatay محمود محمد خيري وزير الدولة أحمد حتويدة دولة قبلات كونفور قلبيت صوماليا أو وكيل كوهي وزير كقاديت كونفور قلبيت حسن حسين محمد حسن آلي يشاقين قلبك ATC دي اللي كوهيقاي هاود الدلقاء يقرو مدى ديار دي كونفور تي برتمس صوماليا جيك لها ديرسي مقالة بيدبا كنتي آدي هذا يعني وفر حسن هاي مانتين ان قبجو قواهانو أما ان كلاوريدنو qalabkii ACT ga aha ee loogu talgalay ee airport kan Baydhabo runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dawladda dhexe gaar ahaan civil aviation ka wada shaqeynta wanaagsan ee ay la leeyihiin ee wasaaradda ee digooda waxaan leeyahay ee civil aviation ka aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin ee hadal badan ma jiro waqtigan waa kulul yahay aad iyo aad u mahadsantahay anigoo ku hadlaayo anama ka wakiil wasiirka gaadiidka waan kaala wareegnaa raad aad iyo aad u mahadsantahay wasaaradda gaadiidka hirkiilo ka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo wasiirku suqay wasiir Hassan Hussein Maxamed Hassan Alay iyo dadaal dheer ka bixay sidii garoonka shaati gaduud uu kuma nagad lahay garoomada caalamiga Faisal Dahoosen warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo